السلام عليكم. قائد الحرس الثوري الإيراني يصف الأحداث الأخيرة في إيران بالحرب العالمية. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. وصف القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي يوم الاثنين الأحداث الأخيرة في البلاد بالحرب العالمية. وقال اللواء سلامي في مراسم إحياء ذكرى القادة الشهداء إن الأحداث الأشهر الأخيرة في إيران كانت حربا عالمية، مؤكدا أن النساء والشباب الإيراني ردوا بحماس على الأعداء بحسب وكالة تسنيم الإيرانية. وأضاف سلامي في الأشهر الماضية أراد الأعداء إغلاق المدارس والجامعات ومراكز النشاط الاقتصادي للشعب وإغراق البلاد في الفوضى، لكن شباب ونساء وفتيان إيران لم يتعاونوا معهم وأفشلوا مخططاتهم، مشيرا إلى أن جهود المقاتلين في الدفاع عن أمن البلاد باتت كبيرة. وتشهد إيران منذ منتصف أيلول سبتمبر الماضي احتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أمني في مركز للشرطة، حيث احتجزت على يد قوات ما تسمى بشرطة الأخلاق بسبب ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم. وبينما تقول الشرطة الإيرانية إن أمني أصيبت بوعكة صحية أدت إلى وفاتها، بينما كانت تنتظر مع أخريات في مراكز شرطة الأخلاق الذي نقلت إليه، فإن أسرة الفتاة قالت إنها لم تكن تعاني من مشاكل صحية، متهمة الشرطة بتعذيبها. ووسط الاحتجاجات المستمرة أعلنت السلطات الإيرانية تفكيك شرطة الأخلاق، مشيرة إلى العمل على آلية جديدة بشأن الانضباط الأخلاقي في البلاد. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.